السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد عبر قناة الأنتيكة والعملات، في فيديو جديد ومتجدد إن شاء الله. اليوم سنتحدث عن النيازك التي تسقط بالمغرب، فيعد المغرب هو أكبر سوق للنيازك في العالم. نعم، عرف المغرب في السنوات الأخيرة تكرار سقوط حجر نيزك ليصبح مقصدا للراغبين في العثور على قطع من عوالم أخرى ويتبعها بأثمان خيالية قد تبلغ قيمتها 1,000,000 أورو. تكرر سقوط نيازك في العديد من المدن المغربية ليصبح تدريجيا تجارة عابرة لحدود الصحراء إلى متاحف ومزادات عالمية ومعاهد البحث والآثار وللأثرياء أيضا، إلا أن هذه الخبراء يشددون على ضرورة حفظ هذا الإرث من أيدي العابثين والطامعين فيه، ويطالبون بتقنين هذه التجارة وتعاقب سمسرة الأحجار الثمينة وشبكات التجارة بنيازك أو الجمال الأسود. في المغرب ليست هناك شبكات منظمة وتنقسم إلى فئات تسمى الصيادون نيازك، وهم المصدر الأساسي لهذه الأحجار من الصحاري والمناطق التي تسقط فيها، حيث يقومون بجولات ورحلات طويلة بحثا عنها ويقومون بشرائها من السكان والرعاة بأثمنة تكون غالبا زهيدة. وهناك سماسرة نيازك يقومون بدور وسيط ماكر بين التجار الكبار والمواطنين العاديين، ويستقرون غالبا في المدن الكبرى المحاذية للمناطق المعروفة بسقوط النيازك مثل طاطا وقلميم ورشيدية وأرفود وورزازات وغيرها من المدن الصحراوية. إن تجارة النيازك بالجنوب سوق نشطة يديرها التجار ووسطاء يشترون هذه الأحجار من السكان البسطاء ومن الرحل في الصحراء بأثمنة زهيدة، ثم يقومون ببيعها بأسعار خيالية. يخرج الرحل إلى الصحراء للبحث عن النيازك عندما يعلمون بسقوطها في مكان معين، وقد يستغرق البحث أحيانا أكثر من شهر. وعندما يعثروا على بعض الحبوبات الصغيرة من الحجر الأسود النادر، فذلك مؤشر على وجود أكبر حجما في المناطق القريبة، قد يصل وزنه أحيانا إلى أكثر من 7 كيلوغرامات. عادة ما تكون أثمنة نيازك في المرة الأولى ما يساوي 10 دولارات فقط للغرام الواحد، في حين تصل قيمتها الحقيقية إلى ما بين 1,000 دولار للغرام حسب نوعها وقيمتها العلمية وعمرها فوق الأرض. في الأخير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا ودعمنا باللايك والاشتراك بقناة ليصلكم دائما الجديد والجديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.